نلتقي بكم يا غرس الحب، نلتقي لقاء الأحبة على جناحي شوق ومحبة. طلاب الصف الأول الثانوي، أهلا ومرحبا بكم في درس من دروس اللغة العربية وفرع الأدب. الأدب في العصر الجاهلي، أخذنا في المرة السابقة الأدب من حيث فن الشعر، أما اليوم نتحدث عن فن النثر. قلنا أن الشعر هو الكلام الموزون المقفى الذي يعبر عن مشاعر وإحساس المتحدث، وهو الشعر. تعالوا معي نتعرف على النثر. ما النثر؟ ما مفهومه؟ مفهوم النثر؟ النثر هو الأسلوب الذي يعبر به الأديب عما يدور في نفسه وقلبه من فكر وخواطر ومشاعر وانفعالات. إذن هو مثل الشعر كتعبير، ولكن يختلف، فيدخل فيه الخيال أيضا ولا يتقيد بوزن وقافية. وهذا هو الفرق بين الشعر والنثر، أنه لا يتقيد بوزن أو قافية، ويقوم هذا الأسلوب على التفكير والمنطق أكثر من الشعر. الشعر يقوم أكثر على الخيال. تعالوا معي نتحدث عن فنون النثر في الشعر الجاهلي. أولاً سنتعرف على الخطابة في العصر الجاهلي، ثانياً الوصايا، ثالثاً الحكمة، رابعاً الأمثال. تعالوا نعرف المزيد عن كل نوع. أولاً الخطابة، ما الخطبة وما أهدافها؟ يجب أن نفرق أحبابي بين الخطبة والخطبة. الخطبة تخص النثر الجاهلي وتعني فن مخاطبة الجماهير وجذب انتباههم وتحريك مشاعرهم بكلام بليغ، ويمكن أن تكون مرتجلة وتكون أمام الناس. أما الخطبة فهي مقدمة للزواج. ما أهداف الخطبة؟ أهداف الخطبة أن أقنع السامع بأدلة وبراهين، وأن أمتعه بقصر الجمل والجناس والسجع، وأن أستميله وأداعب مشاعره كي أجتذبه لصفي ولفكرتي ولموضوعي. ما الذي تقتضيه الخطبة من الخطيب؟ ما أدوات الخطيب التي يجب أن تكون عنده ليكون خطيباً مفوهاً جيداً؟ أولاً أن ينوع الأسلوب بين الخبري والإنشائي حتى لا يمل السامع، وأن يجيد الإلقاء بالصوت، وأن يحسن صوته حتى لا تهرب الناس منه، ويستخدم الإشارة حتى لا يعد ذلك خطأ في حقه فيتعرض للمساءلة. والخطبة هي قطعة من النثر الرفيع، قد تطول أو تقصر حسب الحاجة لها. تعتبر الخطبة من أقدم فنون النثر. لماذا؟ لأنها تعتمد على المشافهة، هي انتقلت من شخص لآخر بالمشافهة ليس عن طريق الكتابة. وننتقل إلى نقطة أخرى، أذكر السمات أو الخصائص الفنية للخطبة. أيوجد خصائص للخطبة؟ نعم، الخصائص الفنية للخطبة أو السمات الفنية للخطبة. أولاً، يجب أن تكون الجمل والفقرات قصيرة حتى لا يمل السامع لأنها تسمع. يجب أن تكون العبارة والمعاني جيدة، إن لم يفيدني المعنى ويجتذبني فلن أتمم سماع الخطبة. شدة الإقناع والتأثير بالدليل والمنطق والحجة يستطيع أن يجتذبني. رابعاً، السهولة والوضوح، وضوح الفكرة. الخطيب يتحدث إلى كم من البشر، منهم المثقف ومنهم غير المثقف ومنهم الجاهل، إذن يجب أن تصل الفكرة بسهولة ووضوح إلى هذا الإنسان. كل من الفئات التي ذكرتها يجب أن يفهم الفكرة ويحس بسهولة اللفظ. جمال التعبير وسلامة الألفاظ. المثقف
يجد أن سلامة الألفاظ مهمة كي يستمع ويسترسل في الاستماع، وجمال التعبير يخص المتوسط والعامي، والكل يستمتع بجمال التعبير وسلامة الألفاظ. التنوع في الأسلوب بين الإنشائي والخبري، قلنا كما سبق أن الأسلوب الإنشائي والخبري التنوع فيه يمنع السامع من الإحساس بالملل والرتابة. مما تتكون الخطبة؟ الخطبة يجب أن تتكون من 3 أجزاء، هي المقدمة، يقدم الخطيب إلى موضوعه، ثم يبدأ في الموضوع ويستفيض شرحا، ثم يختتم بملخص لهذا الموضوع. تعالوا معي نتعرف على أفضل وأشهر الخطباء في العصر الجاهلي، ونستشهد بجزء من خطبهم. الاستشهاد ليس مفروضا أن تعرفه أو تحفظه، ولكن هو كدليل على أنهم فعلا من أشهر الخطباء. أشهر خطباء العصر الجاهلي، أولا قص بن ساعدة الإيادي، وقال في إحدى خطبه: أيها الناس اسمعوا وعوا، إنه من عاش مات، ومن مات فات، وكل ما هو آت آت. يطلب من الناس أن تسمع وتعقل ما سوف يقوله، لأنه فعلا حكم. إنه من عاش مات، كل إنسان على ظهر البسيطة سوف يموت، كلنا إلى مآل الموت، لن يخلد أحد من البشر. ومن مات فات، من يموت سوف ينسى إلا لو عمل عملا ذكر أو ذكره الناس عليه، وكل ما هو آت آت، لن يستطيع أحد إيقاف ما سوف يأتي، لأنه قدر محتم على البشر. ثانيا، أكثم ابن صيفي، وقد قال في إحدى خطبه: إن أفضل الأشياء أعاليها، وأعلى الرجال ملوكها، وأفضل الملوك أعمها نفعا، وخير الأزمنة أخصبها، وأفضل الخطباء أصدقها. إن أفضل الأشياء أعاليها، يجب أن ينظر الإنسان بطموح إلى أعلى شيء ممكن أن يصل إليه وأكثر حتى يحققه. وأعلى الرجال ملوكها، وأفضل الرجال هم الملوك، ولكن من منهم الأفضل؟ هم النافع لأهله وشعبه. وخير الأزمنة أخصبها، أخصبها من حيث جودة التعامل والتعاون والحب بين الناس. وأفضل الخطباء أصدقها، الصادق الذي لا يكذب، والذي يرشد الناس إلى الطريق الصحيح. تعالوا معي نتعرف على الوصايا. الوصية توجه لمن؟ الوصية ما هي أولاً؟ الوصية هي قول حكيم صادر عن مجرب، إنسان عاش وجرب واختبر الحياة، يهدي فيها خلاصة هذه التجارب ويوجهها إلى من يحب، أو إلى من هو أقل منه تجربة، كأن يقدمها لأولاده أو أصدقائه أو أهله، وقد تكون من الحاكم لشعبه. مما تتكون الوصية؟ تتكون الوصية من المقدمة، وهي كالخطبة، تتكون من مقدمة فيها تمهيد وتهيئة لقبول الوصية. ثانيا، الموضوع، فيه عرض للفكر بوضوح. ثالثا، الخاتمة، وفيها إجمال موجز، تلخيص لهدف الوصية. تعالوا معي نتعرف على سمات الوصية أو السمات الفنية للوصية. أولا، يغلب على أسلوب الوصية السجع، والسجع يعني اتفاق الفواصل، وهي نهايات الجمل. كثرة الحكم كي تقنع السامع، سهولة الألفاظ، يجب أن تكون سهلة كي يستمتع بها ويستمعها ويستفيد منها
كل واحد من الناس الذين ذكرتهم، فالناس متفاوتون ثقافة. وقصر الفقرات يجب أن تكون قصيرة حتى لا يمل السامع، ووضوح المعاني واضحة، أصوغ المعنى بصورة تصل إلى الشخص الذي أمامي دون صور كثيرة. أنا أريد هدف أو هدفاً من الوصية. صدق العاطفة وقوة الإقناع والتأثير، أن أكون صادق في توصيل هذه الوصية، وأستطيع إقناع من أسمعه أو من أوصيه، وأؤثر فيه بكلامي، بدلائل، بحجج، ببراهين. جمال الصور والأخيلة، إذن معنى ذلك أنه يمكن أن يوجد صور وأخيلة في الوصية للاستمتاع. ترابط الفكر وتسلسلها، يجب أن تكون الفكرة مترابطة مع التي تليها ومتسلسلة حتى لا يتوه السامع ولا يصل إلى ما المراد بالوصية. تعالوا معي نرى أشهر الوصايا في العصر الجاهلي. وصية أمامة بنت الحارث، وسوف ندرسها من خلال النص الخاص بها. إيه الفرق بين الخطبة والوصية؟ الخطبة تقال في مواجهة الجمهور، أما الوصية توجه لفرد أو جماعة قولاً أو كتابة. تعالوا معي نتعرف على الحكمة. ما الحكمة وما سماتها وما الهدف منها؟ الحكمة هي تعبير عن خلاصة تجربة أو درس أو موقف تعلمه الإنسان في حياته. سماتها، صفاتها، تتسم بالجمال في الصياغة والإيجاز، موجزة وصياغتها جميلة. هدفها إيه؟ هدفها توجيه الإنسان إلى الخير، إلى عمل الخير والبعد عن الشر. إذن نرى الآن بعض الحكم أو أمثلة لبعض الحكم في العصر الجاهلي. مصارع الرجال تحت بروق الطمع. ما المقصود بهذه الحكمة؟ الرجل يطمع فيكون مصرعة؟ نعم، هذه الحكمة دعوة للقناعة، لأن الطمع قد يقتل صاحبه. أدب المرء خير من ذهبه. دائما نقول أن قيمة الإنسان بأدبه وليس بماله، بأدبه وعلمه وليس بماله. تعالوا معي نتعرف على الأمثال. المثل، المثل هو قول موجز سائر على الألسنة، وارد في حادثة ما، ذاع وانتشر على مر العصور، وله مورد ويعني المناسبة التي قيل فيها المثل ابتداء، ومضرب ويعني الحالة التي تشبه تلك المناسبة التي قيل فيها المثل أول مرة. أي يضرب المثل في موقف يشبه الموقف الذي قيل فيه أول مرة، ويجب ألا نغير المثل حتى لو كان موجه بمفرد، وهو الآن وجهه لجمع من الناس. وبعض الأمثال عرف عن قصة حقيقية وبعضها عن قصة خيالية. تعالوا معي نعرف أو نتعرف بما يتسم أسلوب الأمثال. يتسم أسلوب الأمثال بإيجاز اللفظ، لفظه موجز، مثله مثل الحكمة والخطبة. لماذا؟ لأنه يشيع، ودائما نقول المثل صوت الشعب. صوت الشعب أي مرآة لما يحدث في هذا الوقت عند شعب معين، وتختلف الأمثال باختلاف العصور المختلفة. جمال الصياغة، يجب أن تكون صياغته جميلة حتى يعلق في الأذهان
وضوح المعاني، واضح المعنى حتى أستطيع صياغته، فكرته سليمة حتى يتقبله عقلي. تعالوا معي نتعرف على بعض الأمثال العربية التي قيلت في العصر الجاهلي. أولاً جزاه جزاء سنمار. سنمار يقال أنه كان مهندساً بنى لأحد الملوك قصراً عظيماً، وعندما انتهى به واكتمل القصر في أبهى صوره دعاه الملك لكي يحتفل به، إلا أنه ألقى به من فوق القصر. ولما الغدر؟ لأن الملك لا يريد أن يبني المهندس نفس القصر لأي ملك آخر، لذا فيضرب هذا المثل لمن يحسن في عمله فيكافأ بالإساءة إليه بدل من الإحسان. رجع بخفي حنين. وهذا المثل له قصة طريفة. بيحكوا إن في أعرابي كان رايح في التجارة، وفي الطريق قابل إسكافيا اسمه حنين، وكان مشهور جدا بحسن أدائه في الأحذية، فطلب منه خف واستغلى ثمنه بعد أن ناقشه كثيرا وضايق حنين، فأقسم حنين أن يذل الأعرابي، فتركه ذهب إلى تجارته. وبعد أن رجع في الطريق وجد أحد الخفين موجود في الطريق، فتركه واستكمل وقال لو وجدت الآخر لأخذتهما، إلا أنه بعد فترة من الطريق وجد الآخر، فترك الجمل بما عليه من تجارته ليذهب إلى الخف الأول لإيه؟ ليغنمه، ويذهب للثاني، وبالتالي يبقى أخذه من غير مال. ويضرب هذا المثل في الرجوع بالخيبة والفشل. لماذا؟ لأن حنين أخذ ما كان على الجمل والجمل وتركه، فرجع إلى أهله يسألونه بماذا رجعت؟ قال بخفي حنين، أي بالخيبة والفشل. من سمات النثر الجاهلي بصفة عامة، كل ما سبق من سمات يمكن أن ينطبق عليها هذه السمات. الإيجاز، كل ما سبق من فنون النثر يجب أن يكون موجزا. جمال الصياغة، يجب أن تكون الصياغة جميلة. دقة الألفاظ، دقيقة حتى يصل إلي المعنى. وضوح المعاني، المعاني واضحة حتى أستطيع تجميع ما أسمع وأقتنع به. سلامة الفكر، يجب أن تكون الفكر موافقة للمعاني ووضوحها. قلة الصور الخيالية، لماذا؟ لأنني أريد الإقناع. لا شك يمكن أن يوجد بعض الصور للإمتاع، وإنما لا نكثر منها. شيوع المحسنات البديعية، طبيعية حتى أحدث موسيقى تجتذب السامع ولا يمل. والآن تعالوا معي نتعرف على بعض التدريبات على كل ما سبق. كل ما يلي من فنون النثر ما عدا الحكم، الهجاء، الوصايا، الأمثال. تعالوا نتذكر معا الحكم، نعم كانت من فنون النثر. الوصايا، نعم. الأمثال، نعم. إذن ما المتبقي؟ الهجاء، وأنا تركته للآخر. إذن أنتم علمتم أن الحل أو الإجابة هي الهجاء. الخطبة هي فن، الخطبة هي فن مخاطبة الجماهير لجذب انتباههم وتحريك مشاعرهم. إذن الإجابة برافو، سمعت حد بيقول لي جميع ما سبق. تعتبر الخطبة من أقدم فنون النثر لأنها تنوع في الأسلوب، تحسن الصوت، تعتمد على المشافهة، تستخدم الإشارة. احترت، مش كده؟ انت سمعت كل ده مني النهاردة، بس خد بالك ان انا قلت ان الخطيب من أدواته ان هو ينوع الأسلوب
ويحسن الصوت ويستخدم الإشارة. إنما أما قلت إن الخطبة من أقدم فنون النثر، ليه؟ لأنها تعتمد على المشافهة. برافو عليك وعليكي. أقوال موجزة في موقف ما ذاعت وانتشرت على مر العصور ولها مورد ومضرب. احنا لسه حاكيين الموضوع ده يا شباب، صح؟ تعالوا كده اما نبص، هي كانت الخطب، هي الخطب كان لها مورد ومضرب؟ لا. الأمثال؟ اه الأمثال، برافو. هدفها توجيه الإنسان إلى الخير. الوصايا ولا الأمثال ولا الخطب ولا الحكم؟ برافو، هي الحكم فعلا. تعالوا نشوف نوع تاني من التدريبات. قال المأمون الحارثي: أرعوني أسماعكم واصغوا إلي قلوبكم، يبلغ الوعظ منكم حيث أريد، طمع بالهواء الأشرار وران على قلوبهم الكدر، إن فيما ترى لعبرا لمن اعتبر، أرض موضوعة وسماء مرفوعة وشمس تطلع وتغرب. تحسين بإيه؟ بنوع من أنواع السجع، مش كده؟ طيب هو عايز إيه؟ عايز يقول لي إيه؟ عايز يسألني في إيه؟ استنتج مما تحته خط سمة فنية للخطبة. إحنا قلنا إن من السمات الفنية للخطبة الإيه؟ السجع، أرض موضوعة، سماء مرفوعة، شمس تطلع وتغرب، أهي فيها نوع من أنواع السجع. يبقى إذن المراد من السمة الفنية للخطبة هنا هي كثرة المحسنات البديعية. تعالوا معي نرى سؤالا آخر. يقول ذو الإصبع العدواني لابنه أسيد: يا بني، إن أباك قد فني وهو حي وعاش حتى سئم العيش، وإني لموصيك بما إن حفظته بلغت في قومك ما بلغته. عايز يسألني في إيه؟ تعالى كده أما نشوف، استنتج الفن النثري مما سبق. هو عايز نوع الجمل اللي قصادك دي، يا ترى هي خطبة ولا وصية ولا مثل ولا ايه بالظبط؟ واذكر خصيصة فنية لها. بص كده، تعالى معايا، هو جاب لك نص الإجابة. وإني لموصيك، إذن الفن النثري هو الوصية، والوصية كانت بتتسم بإيه؟ تعالوا ما نفتكر، كنا بنقول لازم ألفاظها تيجي سهلة واضحة، لازم العاطفة تبقى صادقة عشان توصلني، لازم يقنعني بدلائل وحدج. ونكون الآن قد وصلنا إلى نهاية درسنا لهذا اليوم، ونكون قد اختتمنا العصر الجاهلي تماماً. بشوق التقينا، وعلى شوق آخر نفترق، على أمل أن نلتقي مجددا ودرس جديد من دروس اللغة العربية.